جالانت يطرح مقترحا لوضع إدارة غزة بيد أربعة أطراف هي إسرائيل وقوى مدنية فلسطينية وقوى دولية إضافة إلى مصر، وفتح ترفض التصور وتعتبره بلا قيمة. بلينكين في طريقه للمنطقة وهوكشتاين يسبقه، وبدلا من بحث التهدئة ووقف القتال، قادة إسرائيل يناقشون استعداداتهم لحرب طويلة. البنتاغون يتبنى قصف مقر الحشد في بغداد، ويؤكد أن قتل أبو تقوى كان دفاعا عن النفس، والضربة تؤجج الأصوات المطالبة بإخراج التحالف. طب صباحكم بكل خير مشاهدينا، هذه روناك عادل تحييكم وترحب بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث التي نبدأها من التطورات الميدانية في غزة، حيث أفاد مراسل الحدث بتجدد القصف العنيف على مناطق رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، كما تدور اشتباكات على محاور التقدم بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل تحديدا وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس. وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد كشفت عن قتل 6 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في رفح، فيما كشف الدفاع المدني الفلسطيني أن أطقمه تمكنت من انتشال عدد من القتلى والجرحى جراء استهداف المنزل. كشف المتحدث، بل في ذات الوقت كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد أكد خلال جولة تفقدية على حدود غزة أنه لا يكون هناك أي تواجد مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد الحرب، ومضيفا أن الهيئات الفلسطينية هي التي ستكون مسؤولة عن إدارة القطاع طالما لم تكن هناك أي أعمال عدائية ضد إسرائيل. وأكد جالانت أن إسرائيل لن تسمح بأن تسيطر حماس على غزة وستحتفظ بالحرية في العمليات داخل القطاع، كما أكد أن قواته تعيد تنظيم صفوفها شمالي قطاع غزة وأنها لن تنسحب في الوقت القريب. وبحسب مقترح طرحه جالانت على حكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني المصغر يوم أمس الخميس، فإن الإدارة المدنية لغزة ستكون بيد 4 أطراف هي إسرائيل وقوى مدنية فلسطينية وقوى متعددة الجنسيات ومصر. وينص المقترح على أن إسرائيل ستقدم معلومات لتوجيه عمليات الإدارة المدنية وكذلك القوى متعددة الجنسيات، وستفتش إسرائيل جميع البضائع التي تدخل غزة لضمان عدم تهريب أسلحة للقطاع، فيما ردت حركة فتح برفض هذا المقترح وفق المتحدث باسمها عبد الفتاح دولة، الذي أكد أن مقترحات وزير الدفاع الإسرائيلي وتصوراته لمستقبل حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مرفوضة ولا قيمة لها. وفي السياق ذاته أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تفكيك حماس عسكريا وسياسيا يتطلب وقتا طويلا، وأضاف المتحدث العربي أن القوات الإسرائيلية تتقدم في عملية تفكيك حماس على صعيد استهداف قادتها وكوادرها وبنيتها العسكرية، موضحا أن معارك حيي التفاح والبريدج في مدينة غزة شارفت على الانتهاء، وأن القتال بلغ ذروته بوصول الجيش إلى معاقل حماس في البريدج، كما أشار إلى أن التقدم مستمر في منطقة خان يونس جنوب القطاع.
ومن جانب آخر، كشف المتحدث دانيال هاجاري عن ارتفاع عدد المخطوفين في غزة إلى 136 شخصا، وذلك بعد تأكد من أن 3 مدنيين كانوا في عداد المفقودين، وتبين لاحقا أنهم من بين المحتجزين في غزة. هناك عملية طويلة من جمع المعلومات واستغرقت عدة أسابيع، وتم إخبار العوائل بهذا الشأن. لدينا جهد استخباراتي كبير. هناك 3 أشخاص كانوا مفقودين تبين أنهم مخطوفون، وبذلك يرتفع عدد المخطوفين في قطاع غزة إلى 136 شخصا. من دير البلح وسط قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. خولة، أهلا بك معنا، نستطع معك آخر التطورات الميدانية خاصة في وسط القطاع وجنوبه حيث استمرار القصف الإسرائيلي. فعليا استمرارية القصف الإسرائيلي تتركز على المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية، وهذا بات ملاحظا في الآونة الأخيرة، فيما يبدو أن الجيش الإسرائيلي يحاول استكمال عمليته العسكرية في هذه المناطق، خاصة أن المناطق الشمالية ومحافظة غزة استمرارية العمليات العسكرية فيها مستمرة، ولكن بوتيرة أقل من ذي قبل بعد الاستهدافات الكبيرة والمجازر التي شنتها الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة. وبالتالي الآن التركيز على المحافظة الوسطى والمحافظات الجنوبية، تحديدا خان يونس ورفح، خاصة بعد حديث من الجيش الإسرائيلي وضغط الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالدخول بالمرحلة الثالثة عسكريا، أي الانسحاب الجزئي للآليات والدبابات العسكرية والبدء بشن غارات مكثفة ومركزة على عدد ونقاط محددة، وليس كما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، وهي عملية الاستهداف العشوائي والمستمر لعدد من المناطق الجغرافية. لذلك الآن اشتباكات تدور في المناطق الشرقية المحاذية لمخيمي المغازي والبريج، والتي شهدت التصعيد الأبرز في الساعات الأخيرة في ظل محاصرة عدد من العائلات في تلك المناطق، بالإضافة أيضا إلى ظهور عدد من الصور التي تثبت وجود الاشتباكات على محاور أساسية أبرزها شارع صلاح الدين بالقرب من المدخل الأساسي لمنطقة مخيم المغازي، بالإضافة أيضا إلى احتجاز الجيش الإسرائيلي لعدد من العائلات الفلسطينية واستخدامهم كدروع بشرية في منطقة المغازي، وهذا أيضا وثقته عدسات بعض الناشطين في تلك المناطق. مخيم النصيرات أيضا سمع فيه عدد من الطلقات النارية والاشتباكات في المحاور الشمالية منه بالتحديد، وبالتالي عملية النزوح مستمرة من هذه المحاور باتجاه مخيم دير البلح الذي يشهد أيضا غارات إسرائيلية مكثفة في الآونة الأخيرة. في هذه الأثناء يسمع أصوات القذائف التي تطلق من المدفعيات المتمركزة على المناطق الشرقية، فيما يبدو أن الجيش الإسرائيلي يستكمل هذه الحلقة من الغارات الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى الغارات التي شنت على محافظة خان يونس ومحافظة رفح في الآونة الأخيرة، علما أن محافظتي رفح ودير البلح هي المناطق التي وجه المواطنون الفلسطينيون أنفسهم للنزوح إليها بناء على الخارطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي أنها مناطق آمنة، ولكن هناك تكثيف في الآونة الأخيرة لهذه المناطق في الغارات الإسرائيلية، وبالتالي هناك ارتفاع واضح في حصيلة الضحايا والإصابات، وصلت لأكثر من 138 ضحية بالإضافة لأكثر من 250 إصابة وصلت خلال 24 ساعة الفائتة، وبالتالي هناك يبدو تكثيف واضح للغارات الإسرائيلية خاصة على المناطق المكتظة التي تشهد ازدحام حاليا في الآونة الأخيرة نتيجة لعملية النزوح المستمرة من عدد من المناطق والمحاور. هذا فيما يتعلق بالأمور الميدانية، أما فيما يتعلق بالأمور الإنسانية، الوضع من سيء إلى أسوأ حقيقة الأمر، خاصة مع استمرارية عملية النزوح وشح المواد الغذائية وشح المياه واكتظاظ الناس، وبالتالي إمكانية وصول المساعدات والعمليات الإغاثية لكل هذه العائلات في ظل وقت قصير للغاية وظل استمرارية العمليات العسكرية الإسرائيلية يشكل صعوبة بالغة، وبالتالي هناك أزمة فيما يتعلق بالحياة الإنسانية، خاصة أيضا مع انتشار العديد من الأمراض والأوبئة في صفوف الأطفال والنازحين، وفي ظل استمرارية أيضا الأوضاع الإنسانية في مراكز الإيواء. هناك أكثر من 5000 امرأة تقريبا في شهرهن الأخير ويتظر أن يضعن مواليدهن، وبالتالي أيضا هناك توقف شبه كامل للخدمات الطبية فيما يتعلق بالأمراض، وبالتالي هناك عدم سيطرة من قبل الفرق الطبية على كل هذه التفاصيل، وبالتالي أيضا المواليد في ظل هذه الظروف الجوية يعانون بشكل واضح، ولربما صرحت عدد من الهيئات الأممية والدولية والمنظمات الطبية بأن أكثر من 70% من المتضررين من هذه الحرب فعليا هم فئة الأطفال ويليها النساء والنساء الحوامل. أكثر من 5000 امرأة تنتظر وضع مولودها في قطاع غزة. خولة، كيف سيتم التعامل مع هذا العدد الكبير في ظل شح عدد المستشفيات والإمدادات الطبية بشكل عام داخل القطاع؟
نعم، لأكون دقيقة في الأرقام أكثر، هناك أكثر من 50,000 امرأة حامل في أشهرهن المختلفة. 5,000 امرأة هن في شهرهن التاسع والأخير، لذلك هو مترقب أن يكون أكثر من 180 امرأة يوميا يضعن مولدهن، وبالتالي هناك أزمة حقيقية فيما يتعلق في هذا الأمر. غالبية هؤلاء النساء فعليا يضعن أطفالهن في مراكز الإيواء ودون خدمات طبية تذكر. شاهدنا لربما خاصة في الأسابيع الأخيرة أن عشرات النساء فعليا تم وضع مواليدهن على أيدي نساء أخريات ولم يكن لديهن أي خبرة سابقة في عمليات التوليد، وبالتالي هناك خطورة واضحة على حياة الأمهات وعلى حياة الأطفال المواليد، خاصة بأنه لا رعاية طبية الآن تتلقاها هؤلاء النساء، وأيضا لا طعومات تصل بالشكل الكافي للأطفال المواليد وللأطفال الرضع، وبالتالي هناك خطورة حقيقية على هذه الفئات تحديدا في الآونة الأخيرة في ظل انتشار الأمراض والأوبئة. وهذا الأمر الذي حذرت منه منظمة أطباء بلا حدود التي تحدثت عن أن خولة كثير من وقتنا انتهى. فقط سؤال سريع، نعم. هل هناك من النساء من توفيت نتيجة وضعها لمولودها بهذه الطريقة أو أطفال توفوا كذلك؟ هناك أطفال ماتوا من الجوع أو ماتوا بردا، ولكن حقيقة أنه لا إحصائيات واضحة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بهذه التفاصيل، خاصة أن المنظومة الطبية والمؤسسات العاملة على هذه الملفات هي مرهقة بشكل كامل في الآونة الأخيرة، ولصعوبة الحصول على كافة هذه المعلومات في ظل استمرارية العملية العسكرية. شكرا جزيلا من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي. في الضفة الغربية قتل فلسطينيون وأصيب 7 آخرون برصاص جنود إسرائيليين خلال عملية اقتحام جديدة نفذتها قوة من الجيش الإسرائيلي في بلدة ريما شمال غرب رام الله بالضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الشبان بعد حملات تفتيش، فيما اقتحمت قوات أخرى مناطق حلحول ويطاف الخليل وبلدة عزون شرقي قلقيلية. منوف منوف وينش؟ افتح كاميرا شوف شوف هيوم على الدوار ثلاث شباب هاي جبت انزلولهم من رام الله. ينضم إلينا مراسل الحدث فالح نصير. فالح أهلا بك معنا، هل انسحب الجيش الإسرائيلي من كل المناطق التي اقتحمها خلال الساعات الماضية في الضفة الغربية وماذا خلف وراءه؟ بالفعل انتهى اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدن وقرى الضفة الغربية التي قتل فيها الفتى أسيد الرماوي 17 عاما وأصاب 7 آخرين خلال اقتحامه لقرية بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله التي شن فيها أيضا حملة اعتقالات ومداهمات طالت عشرات المنازل، في حين كان هناك اقتحام لبلدتي يطا وحلحول في مدينة الخليل وكذلك لعدد من قرى مدينة بيت لحم شمال الضفة الغربية، مثلما انسحب هذا الحال على قرية أو على مخيم بلاطة أولا شمال الضفة الغربية حيث أصيب فيه شابان بعد أن قامت قوات الجيش الإسرائيلي بمحاولة اقتحام المخيم، وقامت الجرافات أيضا بتجريف الشوارع والبنية التحتية بعد أن اقتحمت أيضا قرية صير ومسليا والزبابدة في جنين شمال الضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات. المؤكد أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت عددا من الفلسطينيين فيما لم يتضح هذا العدد حتى هذه اللحظة من قبل الجهات الرسمية التي تقوم بنشر الإحصائيات بعد قليل، لكن عدد المعتقلين الفلسطينيين أو حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر وحتى آخر إحصائية بالأمس بلغت 5,650 شابا، وهذا العدد كبير ويندرج في إطار سياسة الاعتقالات والحملات اليومية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية على وجه الخصوص، مثلما نفذ أيضا حملة الليلة في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس التي دهم فيها عدد من المنازل واعتقل عددا آخر من الشبان وقام بهدم منزل. وقوات الجيش الإسرائيلي تهاجم هذه البلدة منذ أيام وتقوم بتحرير مخالفات وعمليات هدم للمنازل بحجة البناء دون ترخيص.
طبيعة الحال المشهد هو ذات المشهد في الضفة الغربية، حملات اعتقالات مداهمة يومية لكنها تصاعدت بناها من أكبر منذ 7 أكتوبر، رغم النداءات الدولية لخفض التصعيد من قبل إسرائيل في الضفة الغربية، إلا أن هذه النداءات لم تجد أذنا صاغية من قبل حكومة تل أبيب التي تواصل وتصعد من هذه الحملات بحجة الردع في اتباع لهذه السياسة، في وقت أيضا هناك قلق كبير من قبل المجتمع الدولي لا سيما من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية جراء ارتفاع عدد اعتداءات أو تصعيد المستوطنين في الضفة الغربية، وكذلك ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 326، وهو العدد أكثر ممن قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام في نحو 3 أشهر. فالح، أي تصريحات جديدة من السلطة الفلسطينية بخصوص المقترح الأمريكي لحكم قطاع غزة من 4 أطراف؟ ربما الجديد هو ذات القديم، وهو ما تعود وتؤكد السلطة الفلسطينية في كل مرة أن الجهد اليوم ينصب على وقف الحرب على قطاع غزة، وأن المهم هو اليوم الحالي وليس اليوم التالي بعد الحرب، بمعنى أن السلطة الفلسطينية تحاول إيقاف الحرب، إدخال المساعدات الإنسانية الغذائية الطبية، وبعد ذلك يتم الحديث في اليوم التالي للحرب من خلال الوصول إلى صيغة واضحة، لكن الجهد اليوم والاتصالات تتركز على محاولة وقف هذه الحرب، توسيع إدخال المساعدات، منع التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين في قطاع غزة. لكن بلا شك السلطة الفلسطينية عبرت أيضا عن قدرتها على العودة لقطاع غزة والإمساك بزمام الأمور وإدارة قطاع غزة، لا سيما وأنها كانت تديرها منذ العام 2007 أمنيا وسياسيا وإداريا، لكنها اليوم تريد حلا سياسيا جذريا يفضي لإقامة دولة فلسطينية متكاملة الأوصال الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة، على أن تكون القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية. لكن بطبيعة الحال ومع تعاقب زيارات المسؤولين والاتصالات مع المجتمع الدولي، إلا أن السلطة الفلسطينية تعود وتجدد مطالبتها وتأكيدها على ضرورة وقف الحرب للمضي قدما للحديث في اليوم التالي بعد الحرب. شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الحدث فالح نصير. يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم إلى الشرق الأوسط ليواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها إدارة بايدن لاحتواء الصراع، وذلك وسط مخاوف متزايدة من اتساعه. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن بلينكين سيضغط على إسرائيل خلال زيارته من أجل نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية. ونقلت هيئة البث عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن قلقة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية في حال عدم استلامها لتلك الأموال من إسرائيل. وكان موقع والا الإسرائيلي قد كشف في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي بايدن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ 2 شهر. ومن جانب آخر، بحث أموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن في تل أبيب جهود الإدارة الأمريكية لإيجاد حل دبلوماسي وتهدئة الأوضاع في غزة واحتواء التوتر على جبهة لبنان، فيما أبلغ القادة الإسرائيليون هوكشتاين أنهم على استعداد لإعطاء فرصة للحل الدبلوماسي، لكنهم شددوا على أنه لا يوجد سوى نافذة زمنية قصيرة، وأن إسرائيل على استعداد للقيام بعمل عسكري لدفع حزب الله بعيدا عن حدودها، وذلك وفق ما نقل موقع إكسيوس. أيضا، وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة، يعكف مسؤولون في إدارة البيت الأبيض على وضع خطط للرد على ما يشعرون بأنه قلق متزايد من احتمال توسع حرب غزة
إلى صراع إقليمي أوسع وطويل الأمد وفق ما أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية. ومع التحركات الأمريكية، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أنه ينبغي مناقشة نموذج إدارة من شأنه توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة في المستقبل. أوضح ميلر في مؤتمر صحفي أن بلاده ستناقش هذا المقترح في اجتماعات دبلوماسية خاصة. توسع الحرب في غزة لتصبح صراعاً يجتاح الشرق الأوسط هو آخر ما تريده الولايات المتحدة، لكن الهجمات النوعية الأخيرة في لبنان وإيران والعراق تنذر بحصول ما تحاول إدارة بايدن تجنبه منذ هجوم 7 أكتوبر. عملياً وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، لم تكن البداية من هذه الهجمات بل من الممر المائي الذي تدور فيه عمليات تهدد الأرواح والاقتصاد العالمي وتدفق التجارة كما جاء في البيان الأمريكي. بالرغم من ذلك، لم يصل التحذير أبداً إلى حد التهديد بشن ضربات عسكرية على قواعد الحوثيين، إلا مع إعلان إيران إرسال تعزيزات من السفن الحربية إلى البحر الأحمر. جبهة أخرى بدت أكثر اشتعالاً بمقتل صالح العاروري، أبرز قادة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، عملية تخشى الولايات المتحدة أن يرد عليها حزب الله. وفي كرمان بإيران، ظلت الظروف المحيطة بالانفجارين المتتاليين مع ذكرى اغتيال قاسم سليماني أكثر غموضاً. أصابع الاتهام وجهت لإسرائيل قبل أن يتبنى تنظيم داعش مسؤولية الهجومين الانتحاريين. واليوم جاء الرد الذي قالت مصادر إنه أمريكي على 118 هجوماً شنته فصائل مدعومة من إيران على قوات أمريكية متمركزة في العراق وسوريا، حيث استهدفت مسيرة مسؤولاً عسكرياً كبيراً في ميليشيا النجباء في مقر للحشد الشعبي ببغداد. عمليات نوعية ترفع من المخاوف بإمكانية توسع الحرب في المنطقة رغم محاولات الاحتواء. معنا من واشنطن الدكتور عقيل عباس، الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية. دكتور عقيل، أهلا بك معنا. ما الذي يمكن أن يتغير ميدانيا مع زيارة هوكشتين وبلينكين إلى المنطقة هذه المرة؟ شكرا على هذا الاستضافة. أعتقد الجهد الأمريكي الأساسي الآن هو تبريد الجبهة اللبنانية، خصوصا بعد اغتيال العابور وانتشار حزب الله يعني بعيد عابرا للليطاني. إرسال المبعوث الأمريكي الذي ساهم في تخطيط الحدود المائية بين إسرائيل ولبنان هو أيضا جزء من هذا الجهد. أعتقد الولايات المتحدة تريد أن تستخدم الأطراف اللبنانية المختلفة بضمنها الحكومة اللبنانية لدفع حزب الله. حزب الله ليس مهتما حقيقة بالدخول في حرب حقيقية، وهناك تهديد إسرائيلي بضرب البنى التحتية في لبنان، فهناك سعي لتوفير سياق أو حجة لحزب الله كي لا يدخل في الحرب على نطاق واسع والبقاء على المناوشات هنا وهناك. يعني هناك يعني مخرج يحفظ ماء الوجه، لا يبدو الحزب على أنه جبن أو تراجع أو شيء من هذا القبيل، خصوصا أن القوى اللبنانية الأساسية ضد دخوله في هذه الحرب. لكنه عملية اغتيال العرعور في الضاحية الجنوبية بدت وأن على أنها استفزاز كبير لحزب الله في منطقة قوته، وهو يحتاج أن يرد. دكتور عقيل، الزيارات السابقة لبلينكين سبق وصرح فيها أن واشنطن ضد التصعيد في المنطقة، ما الذي استجد هذه المرة لتغير واشنطن من لهجتها وتصرح أنها الآن تستعد أو ستكون مستعدة لحرب في المنطقة أو تصعيد في المنطقة؟ يعني أنا بتصوري الجهد الأمريكي في البداية كان واضحاً أن هذه حرب تنحصر في غزة، لا نريد لها أن تنتشر. مع تصاعد التحديات أعتقد
هذه الحروب الطرفية هنا وهناك، الأطراف أحدها يشجع الآخر. فالولايات المتحدة بإعلانها هذا وبربما قد نشهد ضربة ضد الحوثيين أو ما إليه، تريد أن تظهر أنها صلبة وأنها عند كلمتها ومستعدة أن تخوض هذه الحروب الطرفية، بمعنى ردع الأطراف من الدخول في حرب غزة، يعني خصوصا مع التصاعد الجهد، يعني التصاعد لكن في إيران. لكن حقيقة هل هي مستعدة لهذه الحرب في المنطقة وخسارة حلفائها أيضا في المنطقة دكتور؟ بالمعنى العسكري هي مستعدة، أرسلت ما يكفي من قوات عسكرية من قوات بحرية، وأعتقد هي سترد. أما حلفاؤها، أنا أعتقد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة عمليا يدعمون الجهد الأمريكي، لكنهم لا يريدون الظهور علانية وكأنهم يقفون مع أمريكا التي تقف مع إسرائيل. هذه قضية رأي عام، لكنه المصالح الحقيقية هو أن ينتهي الأمر في غزة، الذهاب إلى حل الدولتين. الدول العربية الداعمة ضمنا للجهد الأمريكي مهتمة أكثر باليوم التالي، ترتيبات السلام، الحديث عن تفاصيله، وبعض ما قامت به أمريكا بالضغط على إسرائيل لإطلاق أموال الضرائب وتمكين السلطة الفلسطينية هو ما يريده العالم العربي. يعني نحن بإزاء اتجاهان متعاكسان، قلق من الحرب مشروع ومفهوم من اتساعها، ورغبة في تجاوزها والذهاب إلى ترتيبات السلام. وهذا حقيقة يعني ما تركز عليه الإدارة الأمريكية. الصعوبة الأساسية هي هذه الحروب الطرفية والخطاب الإسرائيلي المتحدث عن حرب طويلة الأمد ومتعددة الجبهات. أعتقد بلينكين سيتعاطى مع هذه الأشياء. ماذا بالنسبة لتعاطي واشنطن مع مقترح إسرائيل بحكم غزة من أربعة أطراف، وهل هذا المقترح يشمل واشنطن أيضا؟ هي جزء من سيحكم غزة؟ أنا أعتقد هذا المقترح لن يطبق، لكن إسرائيل تحاول أن تقدم شيئا يتحدث عن اليوم التالي بإزاء الضغوط الأمريكية. سيكون ربما، يعني وإن كان هذا أمرا مبكرا، شيء من شرعية دولية، شيء من شرعية عربية، كي تعود منظمة التحرير السلطة الفلسطينية وتحكم غزة في إطار تمكين وإعادة هيكلة منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية. أعتقد هذا هو الخيار الذي يذهب إليه الجميع باستثناء إسرائيل التي تضع اشتراطات أخرى بعضها مبالغ بها، وأعتقد هذه الاشتراطات يمكن التعامل معها وإزالة الأسوأ بينها. طيب، هل يمكن أن تؤثر التطورات الأخيرة التي شهدناها في العراق على الموقف الأمريكي في المنطقة وحسابات واشنطن دكتور عقيل؟ يعني هذا موضوع يعني بشكل عام كان منفصلا، التحدي بين الفصائل والقوات الأمريكية. بتصوري أن الولايات المتحدة أبدت من الصلابة مؤخرا ما لم يكن معتادا منها في هذه المنطقة في العراق. قدرة الفصائل على إشعال أو الدخول في حرب غزة أو إشعالها أو تحويلها إلى حرب أوسع، قدرة ضئيلة محددة بسبب عدم رغبة إيران في توسيع حرب غزة والدخول فيها بشكل جدي. كلنا نعرف يعني زيارة إسماعيل هنيه إلى طهران ولقائه بالمرشد الإيراني وطلبه أن تدخل إيران في هذه الحرب، ورفضت إيران دخول هذه الحرب، لكنها مستعدة أن تدعم الأطراف في عملية استنزاف الولايات المتحدة، تدعم الحوثيين، تدعم الفصائل العراقية، تدعم حزب الله، لكن لا نية جدية بالدخول بالحرب نفسها. نعم، شكرا جزيلا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية. ونشرتنا الإخبارية مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل: جهاز مكافحة الإرهاب في ليبيا يعلن اعتقال زعيم داعش المسؤول عن مجزرة الأقباط عام 2015.
نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. لكل حدث رواية، الرواية قد تبدي الحقائق وقد تخفيها، قد تلفها بالغموض وتلقي الظلال عليها لتبقيها كامنة بين السطور أو وراء الكلمات. وبينما تتعذر القراءة وتضطرب الرؤية وتمتنع الإحاطة، يصبح البحث هدفاً والرصد غاية والاستقصاء سبيلاً لكشف كل حقيقة. 19 من الاثنين إلى الجمعة 7 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها أن قواتها نفذت ضربة للدفاع عن النفس في العراق يوم أمس الخميس، أسفرت عن قتل أبو تقوى السعادي القيادي بحركة النجباء وعضو آخر في الفصيل الذي يعمل في كل من العراق وسوريا. وأضاف البيان أن أبو تقوى شارك في التخطيط لهجمات على أفراد من الجيش الأمريكي وتنفيذها. كما أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الضربة نفذت للدفاع عن النفس وأنه لم يتم استهداف بنية تحتية أو منشآت. وفي رده على سؤال للحدث حول كيفية الموازنة بين ملاحقة الميليشيات التي تهدد الوجود الأمريكي والمواجهة الدبلوماسية مع الحكومة، أكد جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي على أن واشنطن مستمرة بالشراكة مع العراق ومساعدة القوات الأمنية على ملاحقة داعش. نحن مستشارون وموجودون فقط لمساعدة قوات الأمن العراقية في ملاحقة تهديد داعش، وستستمر الشراكة. وعلى عكس إيران والحرس الثوري الإيراني، فإننا نحترم السيادة العراقية ونحمل ذلك على محمل الجد. وكما قال الرئيس بايدن، سنواصل القيام بما يتعين علينا القيام به لحماية شعبنا. وفيما هددت النجباء بالرد على قتل 2 من قياداتها، أكدت فصائل عراقية مسلحة أنها استهدفت مجددا قاعدة أمريكية في مخيم الركبان جنوب سوريا بالطيران المسير. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات المسيرة شنت هجوما على معسكر للتدريب قرب قاعدة التنف التي تضم قوات أمريكية في سوريا والواقع عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية. الاستهدافات كانت مكثفة مساء اليوم، سواء لحقل العمر الذي هو أكبر قاعدة أمريكية داخل الأراضي السورية، أو لحقل تدريب حقيقة الأمر في قاعدة التنف والتي هي أكبر قاعدة استخبارات أمريكية غربية في الأراضي السورية. الاستهدافات كانت مساء اليوم في حقل العمر بشكل قطعي. هناك إصابات وقعت نتيجة الاستهداف من مسيرات، وليست مسيرة واحدة، على حقل العمر الذي القاعدة الأمريكية حقيقة الأمر في حقل العمر، بالإضافة لمعلومات عن إصابات في الاستهداف الذي كان على قاعدة التنف في المثلث الحدودي الأردني السوري العراقي. أي أن هناك تكثيف واضح للاستهدافات بالمسيرات من قبل ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق، أو تحديدا أعتقد أن النجباء التي هي تعمل تحت هذا الاسم، وحزب الله العراقي الذين هم يستهدفون القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية. وشاهدنا اليوم قتل أحد قيادي لحركة النجباء في العراق. أعتقد بأن الهجمات هي ليس ردا على غزة فقط، بل ردا على مقتل هذا القائد العراقي باستهداف من مسيرة أمريكية.
الرئاسة العراقية أدانت الهجوم الذي استهدف مقر الحشد الشعبي في بغداد ووصفته بالعدوان. كما أكدت الرئاسة العراقية أن الهجوم يعد انتهاكا صريحا للعلاقات مع قوات التحالف الدولي ومخالفة للأطر التي وجد من أجلها التحالف. وفي لقاء سابق مع الحدث أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي أن بغداد تعمل وفق طريقة سياسية وأمنية في مواجهة وتحييد المجموعات المسلحة التي تستهدف التحالف الدولي. المجموعات التي تقوم باستهداف القواعد العسكرية العراقية تحتضن مستشارين وبعثات من التحالف الدولي، تعمل الحكومة العراقية على معالجتها ومواجهتها وتحييدها، ولكن وفقا لطريقة الحكومة العراقية في هذا المسار، وهو المسار السياسي والمسار كذلك الأمني الاستخباري الذي يعمل على حرمان هذه المجموعات من القدرة على الاستهداف، وبالتالي هذا هو المسار الوطني الذي تعمل به الحكومة العراقية. من بغداد ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب. سيد نجم، أهلا بك معنا. ماذا بعد انتهاك سيادة العراق وغضب بغداد؟ تحية لك. يعني بالتأكيد أولا هذه الضربات المتبادلة المتنوعة من قبل بعض الفصائل على أماكن تواجد الأمريكان سواء في عين الأسد أو الحرير أو في المنطقة الخضراء وحتى في سوريا، ما هي إلا الولايات المتحدة قامت بهذه الضربة واغتيال قادة بالحشد الشعبي. أعتقد الفصائل لم ولن تتوقف بالرد على كل مصالح الولايات المتحدة، ليس في العراق فقط وإنما في المنطقة. لكن بنفس الوقت كان يتوجب على الولايات المتحدة وعلى كل الفصائل أن لا يكون هناك تصعيد طالما حكومة موجودة والحكومة منتخبة والحكومة جاءت من الإطار. بالتالي الحكومة وشخص السيد السوداني أعتقد يمتلك الخبرة بتقريب وجهات النظر وإقناع الأطراف بأن هذا التصرف لا يخدم لا للعراق ولا يخدم المنطقة. لكن على ما يبدو عدم وجود رؤية واضحة عند بعض الأطراف سواء داخل الفصائل أو داخل الولايات المتحدة، مما انحرج السيد السوداني إلى هذه اللحظة. السيد السوداني يتصرف بحكمة، لكن تعلمين هناك رؤوس كثيرة وزعامات كثيرة تجعل هنا وهناك هذه التجاوزات. هل كان متوقعا أن يكون الرد الأمريكي بهذا المستوى سيد نجم؟ يعني الولايات المتحدة بالتأكيد، يعني حينما اغتالت قادة في السنوات الماضية، بالتأكيد الولايات المتحدة هي ليست تمتلك تاريخا مشرفا حتى لا تقوم بالتجاوز على السيادة والريادة والقيادة العراقية. هي تتجاوز على القانون الدولي وتتجاوز على الأرواح الناس. بالتالي كان ينبغي على الولايات المتحدة أن لا تخطي مثل هذه الخطوات إلا بموافقة الحكومة. لأن الحكومة الحالية، نتحدث بصراحة وبوجود جهاز الأمن الوطني الذي استطاع أن يكشف خلال 48 ساعة من الذي أطلق الصواريخ والطائرات المسيرة على المنطقة الخضراء وعلى القواعد التي يتواجد فيها الأمريكان. هذه كانت رسالة تطمينية من قبل الحكومة الحالية للولايات المتحدة، لكن على ما يبدو تحاول تبيض وجهها وتحاول أن تثبت وتعطي رسالة بأننا نصل إلى كل الزعامات في داخل الحشد الشعبي في أي مكان وفي أي زمان. طيب، والجديد في هذه الضربة استخدمت في النهار وليس في الليل. طيب، هذه الرسالة التي يعني تشير إليها حضرتك، هل قربت موعد إخراج قوات التحالف من العراق؟ بالتأكيد، يعني سؤالك دقيق وجنابك متابع المشهد السياسي والإعلامي في العراق منذ سنوات. أعتقد هذه الضربة سوف تعجل إخراج الأمريكان طالما هناك قرارا في 2018 من قبل البرلمان العراقي الأسبق. أعتقد حتى هناك نواب داخل الحشد وخارج الحشد سوف يعقد مجلس النواب جلسة طارئة من أجل إخراج الأمريكان. بالتالي ينبغي، أنا كنت أتمنى أن تكون هناك من يحدد إخراج الأمريكان وبقائهم، هي فقط الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة. يمتلك مستشارين ويمتلك وزير داخلية عنده خبرة ووزير الدفاع، لكن تعلمين الضغط السياسي والتهويل لربما يعجل إخراج
الأمريكان. لدي سؤالين وأتمنى أن يعني يحالفنا الوقت يسعفنا. هل بغداد قادرة على تعويض دور قوات التحالف في حال إخراجها؟ بالتأكيد، يعني أولا بغداد نعم الآن بغداد هي تمتلك علاقات يعني جيدة مع كل دول المنطقة، يعني مع دول الخليج. الحكومة الحالية استطاعت أن تقرب المساحات والمسافات، وهناك كانت عقد قمم في بغداد وكذلك مع الدول المجاورة الأخرى، بالتالي تمتلك ولديها قادة استخباراتيين مخابراتيين يستطيعون أن يوفرون، لكن تحتاج إلى دعم سياسي من الاتحاد الدولي أو من التحالف الدولي. طيب، بالرغم من موقف السوداني من هذه الميليشيات وما تقوم به ضد القواعد الأمريكية في العراق، وبالرغم أيضا من الاستهدافات الأمريكية لهذه الميليشيات، إلا أنها ما تزال متواصلة في هجماتها على قوات التحالف، لا بل توعدت بالمزيد. كيف تقرأ ذلك؟ يعني الولايات المتحدة لا تقوم بالرد إلا حينما تخسر، يعني ويتم قتل من الأمريكان، يعني مئات الضربات. ليس هناك، قد تأثرت الولايات المتحدة بهذه الضربات، لأن كل أو أغلب الصواريخ التي تطلق أو الطائرات المسيرة، أما أن تقع خارج الأسوار أو خارج الحدود التي فيها الأمريكان، بالتالي لا يهتمون الأمريكان بهذه الضربات، لكن حينما يقتل جنديا أو مستشارا أو مواطنا أمريكيا، أعتقد الولايات المتحدة تقوم بالرد. والرد يوم أمس هو كان ضربات قد أوجعت الأمريكان، بالتالي تحاول أن تثبت بأنها تمتلك القوة الجوية وأرسال الطائرات المسيرة في أي مكان داخل الحدود والمناطق العراقية. شكرا جزيلا من بغداد، الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب. اعتقل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة التابع لوزارة داخلية حكومة الوحدة اعتقال زعيم تنظيم داعش في ليبيا هاشم أبو سدرة، المتورط في تسهيل الدخول وتمركز العناصر الإرهابية داخل البلاد بعد سنوات من اختفائه. ويعد أبو سدرة المسؤول الأول عن قتل المصريين الأقباط في عام 2015 في مدينة سرت، حيث تولى تجهيز السيارات وتجهيز مكان دفنهم. وبحسب المعلومات فإن عملية القبض على أبو سدرة تمت بعملية أمنية دقيقة عندما كان يحاول التوجه من الجنوب إلى العاصمة طرابلس دون تسجيل خسائر بشرية. وقال جهاز الردع إنه تمت الإطاحة بكل قيادات تنظيم داعش في ليبيا بين قتيل والسجين، مشيرا إلى أنه سينشر اعترافات المتهم خلال الفترة القريبة المقبلة. فاصل قصير مشاهدينا، ونعود من بعده لمتابعة هذه الساعة الإخبارية. ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثا عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأضياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل أحداثاً صامتة غائبة أو مغيبة
مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أحييكم من جديد مشاهدينا. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجيري مدينة كرمان الإيرانية، واللذان أسفرا عن قتل قرابة 100 شخص خلال مراسم إحياء ذكرى قتل قاسم سليماني. وأوضح التنظيم في بيان له على موقع تليجرام أن مسلحين اثنين فجرا أحزمتهما النازفة في الحشد الذي كان مجتمعا لإحياء الذكرى. وتعليقا على تبني داعش، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، قال إن واشنطن ليست في موقف يتيح لها التشكيك في إعلان التنظيم مسؤوليته عن الهجوم. أما التحقيقات الجارية حول التفجيرات في إيران فأشارت إلى أن الهجوم الأول كان هجوما انتحاريا دون التأكد حتى اللحظة من طبيعة الانفجار الثاني، والذي من المرجح أن يكون تفجيرا انتحاريا كذلك باحتمال كبير. وبحسب وكالة إيرنا الإيرانية فقد وقع الانفجاران على بعد 1.5 كيلومتر وأكثر من 2.5 كيلومتر من قبر سليماني على التوالي. من عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإقليمية في مركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا بك معنا، ما الذي سيتغير بتبني داعش هذين التفجيرين بعد الرواية الإيرانية بأن واشنطن وإسرائيل هي من كانت مسؤولة عنهما؟ صباح الخير. يعني روناك، أنا بعتقد أن هذا سوف يخفف من، دعيني أسميه، التبعات على الجانب الإيراني والمسؤولية على الجانب الإيراني بمواجهة أو بالرد على عملية الهجوم في حال إعلان إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية تبنيها لهذا الأمر. وهذا الأمر كما ذكرت في لقاءات سابقة مع حضرتك أنه هذا الأمر هو مستبعد، لأنه هذه يعني طبيعة التفجير يشي بأنه تنظيم داعش هو الذي يقف وراء هذا الهجوم. لكن يبقى هنالك فرضيتين أساسيتين. الفرضية الأولى، هل هنالك فعلا اختراق لأجهزة الأمن الإيرانية مما سمح لداعش بتنفيذ هذا الهجوم، أم أنه الباب ترك مواربا من جانب استخبارات الحرس الثوري الإيراني للسماح لداعش بتنفيذ هذا الهجوم؟ لا. وهذا الأمر طبعا هنالك مؤشرات خطيرة لا تبدو لي العيان في هذا التوقيت بالذات، خصوصا أنه روناك لم يكن ضمن هذا الحفل التأبيني أو الذكرى السنوية وجود عدد لا من قيادات الحرس الثوري الإيراني، لم تكن موجودة، ولا من المسؤولين الإيراني، ولا حتى عائلة قاسم سليماني. والمفروض أنه في مثل هكذا مناسبة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني أن يكون هنالك ممثلين. وهذا الأمر يثير الدهشة والاستغراب، مما يشي ربما بأنه الاستخبارات الحرس الثوري الإيراني هي التي أعطت هامش متسع لتنظيم داعش للقيام بمثل هكذا عملي. وإحنا هنا طبعا نذكر عدد من الحوادث التي جرت خلال لماذا دكتور نبيل؟ لماذا يعني شوفي فسحت الاستخبارات الإيرانية المجال لتنظيم داعش لأن يقوم بهذين التفجيرين من وجهة نظرك؟ أنا دائما بقول نعم أنه تنظيم داعش هو تنظيم تحت الطلب بالنسبة للجانب الإيراني. تم استدعاء هذا التنظيم للقيام بعملية في العام 2018 فيما عرف بحادث المنصة في الأعواز، وهذا الحادث سمح لإيران اللي كانت تشهد منطقة الأحواز عملية، دعيني أسميه، احتجاجات غير مسبوقة وعمليات طالت الحرس الثوري الإيراني وعسكريين ورجال من المخابرات، طبعا تم اغتيالهم على يد المعارضة أحوازية، وبالتالي هذا أعطى ذريعة للجانب الإيراني للقيام بأكبر عملية لاستهداف المعارضة واستهداف الاحتجاجات وبشكل غير مسبوق. الأمر الثاني أنه أيضا نستذكر في هجوم شيرازي اللي حدث في آب من العام 2022 كان تم اتهام داعش بتنفيذ هذه العملية، وعلى ضوء ذلك قامت السلطات الإيرانية أيضا بأكبر عمليات قمع ضد المعارضة الإيرانية وقمعت الاحتجاجات ونفذت عمليات إعدام، و أوصلت رسالة للعالم الخارجي بأن إيران هي هدف للإرهاب وللتنظيمات الإرهابية، مما أعطاها يعني حاولت التسويق لها مجددا لأنه حتى تظهر بأنها شريكة في مكافحة الإرهاب، و
معنية بإعادة التنسيق مع التحالف الدولي في هذا المجال وتقديم نفسها على هذا الأساس. لكن في نهاية المطاف أنا بعتقد أنه الإيرانيين عادة اللي بيتابع إعلامهم هناك بيجد شغلة مهمة جدا. عندما أرادوا تشويه الثورة السورية طرحوا ما يسمى بداعش فرع المخابرات الإيرانية وقاموا بإحيائه، وكذلك ما حدث في الموصل اللي كان مدعى لإنشاء الحشد الشعبي اللي عاد خراب وفوضى في العراق وفي المنطقة. طيب ما هي الإجراءات القانونية والدولية التي يمكن أن تلجأ إليها إيران بهذا الخصوص؟ أنا بعتقد هذا الأمر لذر الرماد في العيون. كثيرا ما تعرضت إيران لمثل هكذا أحداث لم تتحدث لا عن القانون الدولي، على العكس هم المسؤولين الإيرانيين بيقولوا أنه إحنا لا نعترف لا بالمنظمات الدولية ولا بالقانون الدولي، حتى في مباحثاتهم النووية ما بيعترفوا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا بمجلس الأمن ولا بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بيعتبروها أنه هذه المنظمات الدولية تقف خلفها ما يسمى بقوى الاستكبار العالمي. هي لذر الرماد في العيون لإصدار رسالة للداخل الإيراني بأنها معنية بمتابعة ما يجري، خصوصا إحنا نتحدث عن سقوط ضحايا وسقوط جرحى ومحاولة إظهار نفسها أنها قادرة للدفاع عن الإيرانيين عبر ما يسمى بالقانون الدولي. الإيرانيين عمرهم ما اعترفوا بهذا الأمر، هم عادة بوجه وكلاءهم وأذرعهم الموجودين عبر الحريق الإقليمي للقيام بعمليات وللرد على مثل هكذا عمليات كما يقولون. لكن في نهاية المطاف بعتقد أنه عملية التضارب في التصريحات هي التي تعكس طبيعة الموقف الإيراني. يعني كنت أنا بتابع عدد من المسؤولين الإيرانيين بتحدثوا أنه الولايات المتحدة وإسرائيل هي التي تقف خلف هذا الهجوم، وأنه التقنيات التي تم إعطائها لداعش مختلفة هذه المرة عن طريق اللي هي ما يسمى بأجهزة تفجير عن بعد، وهذه ليست ضمن استراتيجية داعش. لكن في نهاية المطاف أعذرني يا دكتور، دائما لديك الكثير من المعلومات لكن الوقت انتهى تماما. من عمان مدير برنامج الدراسات الإقليمية في مركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور نبيل العتوم. إذن مشاهدينا ختام هذه الساعة الإخبارية، عدوا ألتقيكم بعد ساعة من الآن.